مرحبا، اليوم الحلقة عبارة عن الجزء الأول من الفتاة المسكينة. ما بعرف الله كم راح تكون الأجزاء، بس طبعا نبدأ، ما بدي أطول أكثر. لا أريد أن أستيقظ. أوف، يا لها من غبية هذه الفتاة، إنها دائما تضايقني وهي تحت هكذا. ما هذا الإزعاج؟ هيا استيقظ. حسنا حسنا، اصمت أنت فقط، أنت الذي تصمت. أولا سوف أرتدي هذا، أو لماذا هي لم تغطي نفسها جيدا؟ أوف، يا لها من غبية. أوه، هيا استيقظي يا عزيزتي الصغيرة. أو صباح الخير يا أمي. صباح الخير يا عزيزتي. أوه، هيا استيقظي يا غبية. أنا تعبت جدا، لماذا لم تغطيني جيدا؟ ولماذا أنا أغطيك؟ أنت غطي نفسك بنفسك. لقد نزحزح الغطاء. ليس لدي دخل أنا. حسنا، سوف أذهب إلى العمل. يا لكم من عائلة مقرفة. هيا ارتدي ملابسك يا صغيرتي، وأنت هيا لكي تعدي لنا الفطور، فنحن جائعون. حسنا حسنا، سوف أذهب وأعد فطور. لا تقفزي يا صغيرتي، هيا ارتدي يا صغيرتي الجميلة. ألم أقل لك أن تنزل وتعد الفطور؟ هيا. حسنا سوف أعده، يجب أن أعدها بسرعة، لكي إذا لم أعدها بسرعة سوف تعاقبني. أو يا إلهي، هيا تعالى، لقد أعددت الفطور. أتشو أتشو. هيا يا عزيزتي. أوف، أمي أمي. ماذا يا صغيرتي؟ لماذا تأخرت هذه المجنونة المقرفة؟ لقد كدت أموت من الجوع. سوف أعاقبك يا أيتها الغبية، ألم أقل لك ألن تتأخري؟ أنا آسف حقا، أرجوك سامحيني، أنا آسفة. لا سوف تنالين عقابك. هيا يا عزيزتي لتناول الفطور. وأنت لماذا تقفين هكذا؟ هيا اذهبي. حسنا. لا لا، تعالي هنا، هيا نظف الأطباق. أذهب أم آتي؟ قلت لك نظف الأطباق يا غبية. أوه، إنك غبية، لماذا لا تفهمين بسرعة؟ أنا آسف حقا، أنا آسفة. هيا يا عزيزتي تعالي. أوف، لقد قرفتني هذه الغبية. أجل يا أمي، أخرجيها من المنزل، لا نحن نحتاجها. يجب أن أضعها بسرعة. أمي، هل يمكنني أن أخرج؟ فلقد اتصلت بي صديقتي وقالت لي أنها تريدني لنلعب. أنت تعرفين أن جوابي لا، ولكن لا يعني لا. أمي، هل يمكنني أن أذهب عند صديقتي؟ حسنا يا عزيزتي، ولكن لا تتأخري يا قلبي. حاضر يا أمي، بالطبع. أوه، غبية جدا. أوه، لا 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 لا. هيا اجلسي أيتها المغفلة. لا 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 تجلسي، هيا اذهبي ونظفي أي شيء في المنزل. ولكن كله مرتب. قلت لك نظفي أي شيء أي شيء، ولكن انتظري هكذا. حسنا. أه. 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 أه.
هيا نظفي. بعد دقيقة أرى كل شيء مرتب. حسنا، لماذا تفعل هذا معي؟ هل سوف أظل هكذا كما كان في الفيلم السوداوي أو المأساوي؟ يا إلهي، هل نظفتي؟ أجل نظفت. حسنا، هل تنالي عقابك لكي أنت تأخرت في الفطور؟ ما هو؟ لكن أرجوك، سامحيني أرجوك. أنت اليوم سوف ترتبي كل شيء في المنزل ولم تنامين أبدا. ولكن أرجوك يا أمي. ولا تقول لي أمي. أرجوك يا سيدتي. لا تقول لي سيدتي. إذن ماذا أقول لك إذن؟ لا تقول لي شيء، قل حاضر فقط. حسنا حسنا حاضر. أنت وتعتصين علي أيضا. يا لك من فتاة مغفلة. لماذا ضربتيني؟ ماذا هناك يا أمي؟ لماذا تسكين هكذا؟ إنها الفتاة المغفلة. لا، إنها تبكي أيضا. ولماذا تبكي؟ لقد دفعتها. أو تبكين أيتها المغفلة؟ لا تبكي. أو أبكي أبكي، أنا ليس لدي زخر. أمي أنا تعبة جدا، سوف أذهب للنوم. حسنا يا صغيرتي. أنا تعبة جدا، أرجوك أن أريد أن أستريح قليلا وأنام. أرجوك. لا لا لا، انتظري، تعالي معي. حسنا. هيا تعالي أيتها المغفلة. أين أنت؟ أنا هنا. هيا تعالي انظري. هيا. ها 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 هيا نظف كل شيء. ولكن أرجوك لا. نظفي. أوه يا إلهي، لماذا تفعل معي هكذا؟ أوه، هل هذه زوجة أبي أم ماذا؟ هل أنا سوف أعيش في دور سندريلا طول حياتي؟ يا إلهي، ماذا؟ لماذا يعاملونني هكذا؟ ولماذا أختي تكرهني هكذا بشدة؟ لماذا يعاملونني هكذا؟ يا إلهي، أريد أن أعلم. كفاكي كلاما، وهيا اذهبي. أنا أذهب. لا أدري، ابتعدي عني. حسنا، أنا أذهب. ابتعدي عني أيتها المقرفة. أوه، لا تأتي لجانبي، فأنت مقرفة جدا وأنا نظيفة. إنني مستحمية منذ قليل. يا إلهي. وفي الليل على الساعة 10، أو يا إلهي، لقد أتى الليل. لقد أتيت. أنا لا أريد أن أعلم أنك أتيت. أنا أعرف. يا لك من امرأة. أوف. هيا حضري لي الطعام، أقصد أنا لا أريد الطعام اليوم. حسنا. هيا أذهب من الحمام. ماذا تفعلين هنا؟ أنا آسفة. تعالي معي ونظفي لي السرير. هيا اذهبي الآن ونظفي لي السرير. رتبيه جيدا. حسنا، لقد رتبته. حسنا، هيا اذهبي واغربي عن وجهي نهائيا. حسنا. وتبكي أيضا. أو يا لها من فتاة مغفلة. مغفلة. أو ونام من دون أن يقول. أو يا إلهي، له من مغفل. وأنت ماذا تفعلين هنا أنت الآخرة؟ لا شيء، لا أفعل شيء. هي أصمت. وقولي لي صغيرتي أن تنام. حسنا.
يا إلهي يا له من يوم متعب جدا. أوف. مرحبا، ماذا تريدين مني؟ أغربي عن وجهي. لقد قالت لي أن أقول لك لكي تنامي. وما دخلك أنت؟ أوف، هيا ارتدي بيجامتك أرجوك ونامي، لقد أمرتني بهذا. قلت لك أغربي عن وجهي أيتها المقرفة. أمي أمي، ماذا تريدين؟ إنها لا تريد النوم. حسنا، هاتي البيجامة ولا توقظيني مرة أخرى يا أيتها المغفلة. عزيزتي الصغيرة، هيا نامي يا قلبي. حسنا يا أمي، تصبحين على خير. وأنت بخير. تصبحين على خير يا أمي. وأنت لست بخير. أو لماذا؟ هكذا. أوف، لقد تعبت كثيرا. غبية يا إلهي. نسيت أن أقول لك لا تنامي اليوم. ولكن لماذا؟ هكذا. أو يا إلهي، سوف أجلس على السرير. وفي صباح اليوم التالي، أو يا أو لماذا نمت؟ استيقظي أيتها المغفلة. أو أنا آسفة جدا، أنا آسف حقا، لقد جلست على سريري ونمت من دون قصد. أرجوك سامحيني، أرجوك يا أمي سامحيني. أو ما كل هذه الضجة يا إلهي. هيا يا صغيرتي ارتدي ملابسك، إنها المغفلة. أو لماذا تصرخين هكذا يا مغفلة؟ أرجوك سامحيني يا أختي. لا تقولي لي يا أختي، أنت لست أختي بالمرة. ولكن أنت عائلتي، لماذا تكرهونني هكذا؟ كفي عن هذا، وهي انزلي ورتبي الطعام. أنا سوف أذهب اليوم وسوف أعزم، لست مبكرا. هل ستذهب بالبيجامة؟ وما دخلك أنت؟ أوف، عائلة المقرفة. يا إلهي، أوف، لقد تعبت كثيرا. هيا انزلي وحضر الفطور ورتب السراير، سريرك. حسنا. وبعد تناول الطعام، صغيرتي تعالي، لقد أتيت يا أمي. هل هناك شيء تريدونه؟ لا، هل قلنا لك شيء؟ لماذا تعملونني هكذا؟ ليس لك دخل، ليس لك دخل يا أختي، أو أنت لست أختي. لماذا يعملونني هكذا يا إلهي؟ لماذا فقط؟ لماذا فعلت لهم أنا؟ وفي الليل، لقد أتى الليل. هيا عزيزتي، سوف تنامي معي. حسنا يا أمي. أنت أيتها الفتاة المغفلة، قومي. حسنا، أمرك. أوف، حسنا يا صغرتي، هيا لننام. حسنا يا أمي. أو يا إلهي، أنا خائفة، سوف أخبر وأقول لأمي أن تنام أختي إلى جانبي. أمي أمي، هيا استيقظي. ماذا هناك؟ أنا أريد أن تنام أختي إلى جانبي، فأنا خائفة. وأيضا تخافين؟ هيا اذهبي وإلا عاقبتك. أقسم أنا سوف أريك غدا. يا إلهي، حسنا لا تنامين إذا لا تريدين النوم. يا إلهي، ماذا أفعل؟ يا إلهي ساعدني أرجوك. حسنا، سوف أجلس.
حسنا وهكذا قد انتهت حلقة اليوم. انتظرونا في الجزء الثاني من My Play Home الفتاة المسكينة. لا تنسوا الشير طبعا واللايك وسبسكرايب، وإلى اللقاء.